وتعمل ايام يعني مقدماتش نارية وحرارية مثل حرارة الجو وحرارة الوحدات التوليدية. هسه ما ندري على كله بس علينا على الكهرباء. أمر الله ترتفع درجات الحرارة بشكل مو طبيعي، وياها رطوبة ومي ماكو، وفوقها كل هذا وذاك الكهرباء تروح وتجي. هاي الموجة جتي بعد ربيع، طبعا شبعنا بيه عواصف ترابية وقهر. كل اللي دا نسمعه وقعنا عقود مع الأردن للربط الكهربائي، وقعنا قمة بعقد جدل الأمن والتنمية مع السعودية، وأي تغيير ماكو. نقول يا رب خير. الاتفاقيات اللي وقعناها ايش راح تسوي لنا؟ راح تجيب لنا كهرباء؟ لان احنا ما لنا علاقه بكل هاي الاتفاقيات، احنا نريد كهرباء. ما اطولها عليكم، خلي نروح نشوف قصه ونرجع ونكمل حكي. العالم كله هاي السنة يعاني من درجات حرارة مرتفعة، وهواية دول أعلنت عن وفيات بسببها. طبعا شو اقول لكم، الحراره هناك وصلت 37، والناس ماتت باسبانيا وبالبرتغال وفرنسا ولندن. سوت مؤتمر على مودها لان تتوقع الحراره بيها راح توصل 38.5. بالله عليكم من تسمعون هيك حكي مو تموتون قهر، لان تحسون انه البشر الى قيمه. هاي وعدهم كهرباء 24 ساعه ومي وشجر وكل انواع الرفاهيه. ما ندري احنا شو نقول على روحنا. الحرارة بعد ما دخل الصيف وصلت بمدن الجنوب 50 مئوية، والمواطن فوق الحرارة يشرب شاي، واكو ناس فقرة سقوف بيتها تشينكو. يعني الحرارة اذا كانت برا 45، جوة وبالظل الله اللي يعلم ايش قد تصير. هاي غير الرطوبة بمناطق الجنوب. صدق احنا جبابرة وعايشين بالقدرة والله. يوم درجة الحرارة 51، طالعين من الصبح بثمانية لحد هسه الساعة بالوحدة جاني اشتغل. شغلة الكهرباء كيف يقول حسين اشردت. يعني ثلاثة أربع هسه الوادم تروح كاتب دار البيع. مي وكهرباء 8 سنوات نعاني منها. المهم ما أطولها عليكم، احنا بتموز اللي ينشف الماي بالكوز. الحرارة ما أعرف وين وصلت وماكو كهرباء مستقرة، صايرة ترافيك لايت. طفوا فتحوا المولدة، طفوا جتي الوطنية وعلى هذا المنوال. ثلاثة محطات في معرض كربلاء، وكربلاء تعاني في انقطاع التيار الكهربائي المستمر لأكثر من 20 ساعة باليوم الواحد. عرفوا كيف أن يلوون ذراع هذا الشعب من خلال التقطير المذل بالكهرباء. زين قابل لهاب اللي يحرق البسمار بالباب ايش راح يصير؟ المهم نتأمل خير. جبناها صبر من 2003 لليوم، هي بقت على كم سنة تتحسن بها الكهرباء؟ ومع كل اللي حكيناه منعرف اكو امل تتحسن الكهرباء، وش قد راح يحتاج لها. يمكن الله راح يفرجها بوجود الطاقه البديله، لكن راح تقتنع الناس بان الحل بالشمس ويبدلون المولد بالالواح. وما اعرف ايش قد يرادلنا، بس هم عندنا امل وتخلص هاي المشكله. وسلامتكم. حياكم الله من جديد. طبعا هواتفنا مفتوحه بالارقام اسفل الشاشه حتى تشاركونا بموضوعنا. الخبراء يتوقعون أن تضرب حرارة غير مسبوقة العراق وترافقها شمال عواصف ترابية، والصحة تتوقع زيادة بأعداد المصابين بضربات الشمس. والله كريم. رحب بضيفنا السيد أحمد موسى المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. حياك الله بالريد وطن سيد موسى. نريدك تحكينا ايش راح تفيد المواطن الاتفاقية اللي توقعت راح تتحسن الكهرباء، راح نلمس شيء، بشرنا. مرحبا بجناب ست وجدان، يلا جميع مشاهدي قناة التغيير. وتعمل ايام يعني مقدماتش نارية وحرارية مثل حرارة الجو وحرارة الوحدات التوليدية. هسه ما ندري على كله بس علينا على الكهرباء. يعني بالتأكيد اولا الحديث عن ملف مثل ملف الكهرباء ملف مهم، ملف الى تداخل بحياة الناس، ملف الناس معفية به من أي تداعيات، أتحدث عن مشكلات، أتحدث عن غيره، وأطل بالتالي يريد خدمة عامة، وهذه وظيفتنا. وفرنا الكهرباء إحنا ناجحين، ما وفرنا كهرباء بالتالي إحنا ما أدينا ما علينا من المسؤوليات. بس هذه الخدمة حتى نأديها بالشكل الصحيح بالتالي تحتاج يعني اليوم مقومات. من أول هذه المقومات من غير المعقول ملف بهذا الحجم، ملف يخدم 40 مليون مواطن للكهرباء وفي ظل تحديات صيف، وانه ملف يدار من دون موازنه. ملف يعني ابسط ما به انه موازنه عامه للدوله ماكو، موازنه لحجم وزاره بحجم وزاره الكهرباء ماكو،
وايضا هي مكلفه بزياده الطاقات التوليديه، واللي انا زدتها فعلا هسه ان شاء الله نستعرض لك خلال الموضوع، اللي انا زدت فعلا طاقات توليديه عما تحقق بالعام الماضي، ادخلنا خطوط نقل استراتيجيه حققت استقراريه ملموسه للشبكه الكهربائيه، بذلنا جهود بقطاع التوزيع. بس اليوم انا كل هذا مطالب به وانا اعمل من غير موازنه، اعمل من غير ولا دينار واحد.